السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، السادة الحضور والمشاركين، I therefore congratulate the Egyptian government for its efforts in organizing the summit expeditiously. The mission president بشأن الحاجة الماسة لهذا الاجتماع الذي دعاني إليها رئيس بلادي لأن أحضر هذا الاجتماع الهام نيابة عنه في ظل هذه الفترات العصيبة التي تواجه المنطقة، وكذلك بشأن تصعيد حالة الحرب والتوتر بين إسرائيل وفلسطين على مدار الأيام الماضية من هذا الشهر واستهداف المدنيين وانتهاك لاتفاقية أوسلو وغير ذلك من الاتفاقيات. وبعد ذلك نحن وبعد كل هذه الأحداث نحن نهنئ أنفسنا بمزيد من الشراكات. إن الحكومة البرازيلية تدين كل هذه الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وكذلك اتخاذ الرهائن الإسرائيليين العديد من الضحايا الذين تم قتلهم، ومثلها مثل العديد من الدول فإن البرازيل لديها مواطنين بحاجة إلى إجلائهم من غزة لأن بسبب الموقف الإنساني المتدهور لا سيما نقص المؤن الغذائية والأدوية والكهرباء. كذلك فإن إسرائيل باعتبارها قوة محتلة عليها أن تضمن تحقيق الحقوق الإنسان، وهذا يجب أن يتحقق تحت أي ظرف وبدون أي شرط. على مدار العقد الماضي فقد شهدنا فلم نشهد أي مكسب من وراء هذا الصراع لأن الفلسطينيين هم ضحية عدم وجود الحوار وهم ضحية تدمير هذه العلاقة. كذلك فإن الاعتداء الغاشم لإسرائيل ضد الفلسطين وكذلك منع المدنيين من حقوقهم والتدمير الذي لم نسبق أن نشهده فيما يتعلق بالمرافق المدنية والبنية التحتية المدنية، كل هذا يعرقل ويهدد حل الدولتين ويؤجج من الصراع. أصحاب الفخامة فإن هذا الموقف المأساوي في قطاع غزة يدعو للقلق العميق دوما، لأن كل هذه الأعمال تضيف الزيت على النار، وإن تدمير البنية التحتية بما في ذلك المرافق الصحية ليس مقبولا على الإطلاق. وقد شهدنا قصف عدد من المستشفيات، وهذا ما سبب في المزيد من الإصابات بما فيهم الأطباء والممرضين وغير ذلك من خدمات المساعدات الإنسانية. كل الأطراف يجب أن تحمي المدنيين وتحترم القانون الدولي وتحترم القانون الإنساني. إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل قصارى الجهود الدبلوماسية حتى تضمن تأسيس وفتح ممرات إنسانية عاجلة والوقف الفوري لإطلاق النار. وكما تحدث الرئيس لولا في تصريحاته فيجب اتخاذ الجهود متعددة الأطراف لإنهاء معاناة المدنيين. وكما ذكر رئيس المجلس الأمني في منتصف أكتوبر وعقد الجلسات المتتابعة وعقد الحوار ورغم الجهود التي بذلها المجلس الأمن لا سيما في 18 أكتوبر، ورغم تلك الجهود كله ورغم مسودة القرار الذي حصلنا عليها بتصويت 15 صوتا، فإننا ندعو كل الجهود الدبلوماسية لاتخاذ الإجراءات، وأننا نؤمن أن المجتمع الدولي يقع عليه المسؤولية الجمعاء لنكون واضحين. علينا أن نقدم المساعدات الإنسانية على الفور وتأسيس ممرات إنسانية ونحن
نحمي الأشخاص العاملين في الخدمات الإنسانية. علينا أن نتخذ إجراءات جماعية. البرازيل بالطبع سوف تبذل قصارى جهدها في هذا السياق. وفي أكتوبر في 24 من أكتوبر وفي جلسة مجلس الأمن وفتحت المناقشة بشأن هذا الموقف، موقف منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها فلسطين. وأنا أقترح أننا علينا أن نواصل هذا الحوار على أعلى مستوياته والبحث عن اتخاذات إجراءات عاجلة وفورية. إن مجلس الأمن يجب أن يكون حازما حفاظا على أرواح المدنيين وحماية واحتراما للقانون الدولي. كذلك يجب أن نتجنب أي انتشار لهذا الصراع ليكون إقليميا. كذلك يجب أن نجد مخارج وطرق بديلة لتقديم والدفع بعملية التفاوض السياسي للوصول إلى حلول شاملة لإحلال عملية السلام في الشرق الأوسط وإدارة هذا الصراع، لأنه ليس هناك أي خيار آخر. فقط بالمفاوضات الناجعة والفعالة يمكن أن تأتي بنتائج ملموسة على الأرض على أساس حل الدولتين بما يتماشى مع كل القرارات، لا سيما قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن مع إسرائيل وفلسطين يعيشان معا وفق حدود معترف بها دوليا. البرازيل مستعدة تماما لبذل كل الجهد تحقيقا لهذه الغاية، وأشكركم.